فيروس كورونا والموجة الثالثة من هذا الفيروس، ثم الفيروس المتحور أو السلالة الهندية التي ظهرت في الهند قبل شهر تقريبا، هو حديث الساعة وحديث النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. الكل يتساءل ماذا بعد هذا الفيروس، وكيف سيكون حال العالم ووضع العالم بعد انتهاء هذا الفيروس بسلالاته المتعددة، لا سيما وأن هذه السلالة الهندية تضرب الهند وبعض الدول المجاورة، تسقط يوميا في الهند ما يزيد عن 4000 إصابة وما يزيد عن 4000 وفاة وما يزيد عن 400000 إصابة. لم ينتهي البعض من الحديث عن الإصابة عن السلالة الهندية حتى ظهر الفطر الأسود، وظهر أيضا في الهند مصاحب لفيروس كورونا. نيودلهي أمس فقط سجلت ما يزيد عن 200 حالة مصابة بهذا الفطر الذي يهاجم الجهاز التنفسي ويهاجم العين ويظهر بعض الفطريات السوداء على الوجه، ونسبة الوفاة تتعدى 50% من مصابي هذا الفطر. هذه الصور تم تصويرها خلال الساعات الماضية من بعض مستشفيات نيودلهي بالهند بعد إصابات متكررة ومتعددة بهذا الفطر المسمى بالفطر الأسود. الفطر الأسود يقتل نصف المتعافين من كورونا في الهند، وينقذ البعض أو ينقذ بعض المرضى بإزالة عظام الفك أو العينين، وده اللي اضطر يعمله بعض الأطباء خلال الأيام الماضية للتغلب على هذا الفيروس بطبيعة الحال في الهند. أما في مصر، أو قبل ما نتكلم عن مصر خليني أقول لكم بعض من أعراض هذا الفطر. رصد في الهند قبل شهر تقريبا، وهو وباء غير معدي. الأعراض بتاعته تورم في الوجه، آفات سوداء حول الأنف والفم، فقدان الرؤية، صداع وحمى. يصيب مرضى السكري ومرضى ضعف الجهاز المناعة، ويؤدي هذا المرض أو يودي هذا المرض بحياة 50% من المصابين في غضون أيام. المصابين والمتعافين من فيروس كورونا هم الأكثر عرضة لهذا الفطر. أيضا مستخدمي بعض الأدوية التي تضعف من المناعة يصيبهم هذا الفطر، ويؤدي بالنهاية إلى مضاعفات خطيرة. وزارة الصحة المصرية منذ البداية كانت لديها تصريحات متخبطة ومتضاربة بشأن هذا الفطر. نفس اللي حصل مع بداية فيروس كورونا بيحصل دلوقتي مع بداية ظهور الفطر الأسود أو الفطر الأبيض. الأول في فيروس كورونا قالوا ما عندناش، وبعد كده إحنا بنستطيع نتغلب عليه، والمواطن المصري جسمه بيحارب وأكله بيخليه يقيم من فيروس كورونا. دلوقتي كمان نفس التخبط بيحصل مع الفطر الأسود. بوابة الوطن قالت نقلا عن وزارة الصحة توجد حالتين أو حالة أو اتنين في مصر فقط مصابتان بالفطر الأسود. الكلام ده كان قبل 10 أيام تقريبا. نفس المتحدث أو نفس الوزارة، وزارة الصحة المصرية، نفت أيضا على لسان أحد المتحدثين لها أو رئيس هيئة الوقاية في وزارة الصحة المصرية، وقالت الصحة تنفي ظهور سلالة الفطر الأسود لكورونا في مصر. دلوقتي احنا قدام تصريحين، واحد بيقول عندنا إصابة أو اتنين، والتاني بيقول ما عندناش إصابات خالص. لكن وفاة الفنان المصري سمير غانم أول أمس كشفت الكثير من الحقائق حول هذا الفيروس، لا سيما مع تردد أخبار أو نقلا عن أخيه أن سمير غانم توفى بسبب إصابته بالفطر الأسود في فترة النقاهة من فيروس كورونا. جريدة الوطن قالت توفى به سمير غانم، وهو فيروس أو فطر الفطر الأسود. أيضا شقيق سمير غانم حسام غانم قال في فيديو أثناء تشييع جنازة أخيه أن الفنان الراحل توفي بسبب هذا الفطر. نتابع هذا الفيديو. عيني اليمين سبحان الله قالوا فيها فطر، يعني سبحان الله من أوحش الحاجات اللي تيجي للبني آدم.
كالعادة تفاعل المغردين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تخبط وتضارب تصريحات الدولة المصرية، خصوصا وأن الفنانة نادية العراقية والتي توفت قبل أسبوع تقريبا توفت بنفس الأعراض اللي ظهرت على الفنان سمير غانم. نقلا عن أخبار اليوم، من كورونا إلى نزيف في العين اليمنى، تدهور الحالة الصحية لنادية العراقية قبل وفاتها بثلاث أيام. تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وغضب ومطالبة الجهات الصحية في مصر الكشف عن حقيقة وجود الفطر الأسود في مصر. نجلاء بتقول محمد عبد الفتاح بينكر وجود مرض الفطر الأسود، وحظهم الأسود بقى أن سمير غانم شخصية عامة وحازت على تعاطف كل الشعب، مات بالفطر وتصريحات أخوه تؤكد ذلك. أما هيثم فبيقول لما وزارة الصحة بتنفي يبقى الخبر صحيح بالضبط زي بداية الكورونا بمصر، ربنا يستر. أما عن محمد عبد الفتاح اللي كانت بتكلم عنه التغريدة السابقة، فهو نائب رئيس الطب الوقائي المصري. فيما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو لطبيبة مصرية تقول أو تظهر حقيقة هذا الفطر وأسباب انتشاره بين المرضى. نتابع. الأسود ده عدوى بتيجي للناس اللي مناعتهم متدنية جدا جدا وبيعانوا من مرض السكري، ومش مرض السكري لا طبعا، بس لازم يكونوا بيدخلوا في غيبوبة ارتفاعات السكر وبيتنوموا في المستشفى او في الرعاية المركزة. الناس دول لما بيبقوا عندي في المستشفى انا كدكتور ببقى عارف ان دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل لهم، اللي هو العدوى اللي بتيجي بتبدأ في الجيوب الانفية وبتخش على تجويف العين والاذن، وللأسف فعلا المنطقة دي كلها ممكن تسود او ممكن انها تتعفن، دي نتيجة ان السكر عالي. شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، البعض يقول أنه تم رصد بعض لحالات الفطر الأسود في أحد مستشفيات الدقهلية، أيضا ما يتردد عن وفاة نادية العراقية وسمير غانم بهذا الفطر، وأيضا مع تضارب التصريحات الرسمية لوزارة الصحة المصرية خوف على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية بسبب احتمالية وجود هذا الفيروس، وكالعادة مع تكتم من الحكومة المصرية.